السلام على الطيبين اللي كل ما تهز جدار روحي أقاموه. أعيش ملحمة حب عجيبة. أنا كل اللي أتمناه دلوقتي حالاً إني أشق قلبي وتقروا في قلبي إيه ليكم. أنا عايزة أقول إن أنا رحت في رحلة عمرها يزيد عن الألف عام وعام. أنا ما اخترتش لكن رضيت وارتضيت بكل قرار كان لربي. قوتوني وقوتوا إصراري وعزمتي. عايزة أرجع أبوس راس مهنتي اللي هي أنا، اللي هي شريهان. أنا ما عنديش كلام كتير أقوله هقول، لكن هي بداية إن شاء الله المشروع. أنا كنت ابتديت ألملم أحلامي ولجمها خلاص، إلى أن العظيم عظيم الدكتور جمال العدل. الدكتور جمال العدل لقيت فيه، أنا ما بعرفش أشتغل من غير حب، لقيت فيه أساساً هو بسم الله الرحمن الرحيم عنده ما فيهاش تنازل، ما بيعرفش يتنازل، عاشق للفن، أسد ما بيعرفش، بتقوله ذهب بيقولك ألماز. ممكن أعمل العمل ده ذهب؟ لا، أنا عايزه ألماز. أنا رجع فقط أبوس جبين جبين حد فيكو، رجع عايزة أخش لحضرة المتفرج اللي احنا جميعا بنشتغل علشان نرضي. رجع أقول له شكرا للمتفرج من مصر، لآخر مواطن في الوطن العربي، بما يليق بمهنتي وبمصر والفن المصري ومبدعي الفن المصري وما يليق يتمناه حضرة المتفرج. العمل بدايته ابتدت لكن نهايته ملهاش نهاية. العمل إن شاء الله يشرفني أني أنا أكون بطولة العمل ده، هتكون جميع مبدعي مصر والعالم والوطن العربي، مش شريهان، شريهان من أو مع. إن شاء الله من أصغر مبدع وكل في مجاله، من أصغر عامل لازم يكون مبدع. مش هيكون في تنازل، في فن مختلف، في انحناءة شكر أولاً للفن المصري، مهنتي، مبدعيها. وأنا عايزة أشكر الأستاذ والدكتور جمال العدل والدكتور الكبير قوي مدحت العدل.